صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين المشاهدات. اليوم حضرت لكم بعض الوصفات اللي تناسبوا الناس اللي عندهم مشكل البواسير. شنو هو البواسير؟ هما سي سون دي فورماسيون فينوز، يعني عروق تيكون مدورين ولا داخل ديال المخرج ديالنا لو ريكتوم ولا لانوس، وملي تيوقع التهابات عاد تيكون عندنا الحريق. الناس اللي عندهم هذا المشكل الحاجه الاولى يشوفوا الطبيب، ما يبداوش ياخذوا الدواء باش يهدن لهم الحريق. الوغ باش تيجيو هاد البواسير تيجيو من السمنه، تيكون وراثي المراه الحامله او ملي تتولد بطريقه يعني باغوا باس، تيجيو كذلك من الناس اللي تيكثروا من الحرور، تيجيو كذلك من الناس اللي تيمارسوا كثير البيشيكليت لو فيلو ولا اللي تيعملوا ليكيتاسيون. دونك هادشي كله تيقدر يجي منهم. الحاجه الاولى هي شنو خصنا نجتنبوا. الوغ التغذيه علاش غادي تصلح لنا؟ التغذيه غادي تساعدنا باش الخروج ديالنا تسهل، الخروج يكون يعني سهل pour éviter la constipation. غادي تسهلنا كذلك باش ما يوقع لناش فقر الدم pour prévenir l'anémie، وكذلك باش ما يكونش داك الالتهابات ديال داك العروق اللي عندنا. الو شنو خصنا نحيدو نهائيا؟ نحيدو التوابل اللي شويه قاصحه بحال الحار، بحال الفلفل الحاره، بحال الموطار، بحال الابزار، هادو كله من سكنجبير ما نكثروش من سكنجبير. نحيدو كذلك السوائل المنشطه بحال القهوه، حتى لو بغينا نشربوها وحده في النهار وتكون شويه خفيفه. ونحيدو المواد كلها اللي تتعملنا القبط بحال دابا الرز البيض، حيت نقدروا ناخذوا داك لو ريبغان الطحين البيض نحيدوه. الوغ شنو نديرو؟ نشربو بزاف، نكثروا بالماكولات اللي غنيه بالالياف. الوغ عندنا الانواع كثيره، نبداو من الخبز، نقدروا نعملوا الخبز ديال الذره، الخبز ديال الصراح، الخبز ديال السميد كامل. نقدروا الالياف تنجبروا في الخضر، في الفواكه. دابا هذا هو الموسم ديال بحال دابا العنب، من الاحسن ناخذوه بالقشره ديالو وبالعظيم ديالو. كذلك الكيوي هذا الوقت ديالهم، الافوكا، التفاح، من الاحسن نخلوا القشره ديالهم حيت داك لي فيب تيسهلوا علينا. ودائما ناخذوا اللحوم الحمراء، تنخافوا من اللحوم الحمراء، ولكن اللي عنده المشكل ياخذها ولو مرة أو جوج في الأسبوع، وزيد معها شي مأكولة غنية بفيتامين سي باش داك الحديد تيتبت لنا في الذات. غنبدا بأون أونتخي، يعني المقبلات. المقبلة الأولى شنو هي؟ سهلة، حيت الناس تيحيروا، حيدوا لي الإبزار، حيدوا لي التوابل، ونقدروا نوجدوا كيف بغينا. نقدروا نكثروا من الربيع، وناخذوا لي زانفيزيون بحال الزعتر، بحال الويزا، بحال لا كامومي. ألوغ الوجبة الأولى شنو هي؟ البلبة. تنعرفوا بان البلبة صحية وتتساعدنا في الخروج. ها هي دوك البلبة مسلوقة، تندير فيها الوغ هادي فيها شوية ديال زيت العود، شوية ديال الملحة، شوية ديال المعدنوس، درت معها شوية ديال الفيتا او اي جبن كان عندنا. وكذلك درت لي زافوكا، لافوكا غني بلي زوميغا 3، وهذا هو الوقت ديالهم. دوك تنحاول نستفد من المواد ديال الموسم. دوك هادي اون بتيت فينيغريت ما فيهاش الابزار نهائيا. الوغ البلبة كذلك نقدروا نديروا بها عصير. دائما العصير من الاحسن يكون مسلوق ونخلطوه، بحال دابا هذا مخلط مع شويه ديال عصير الليمون او ديال الجزر، نقدروا ناخذوها. دونك كل ماده نقدروا نعملوا بها بوكو دو بريباراسيون. الوصفه الثانيه هذه هي اللي لو كود كور، وصحيه وكامله وتتصلح لكلهم الناس اللي عنده مرض البواسير، مرض سكري، مرض مشكل ديال الامعاء، اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين، يعني هذه كل شيء يقدر ياخذها. شنو هي؟ دونك الالياف تنجبروا في الحبوب. كذلك الناس يخافوا من البصاره، يقدروا يديروا البصاره غير تكون خفيفه، ما يديروش فيها داك الحر، ويديروها بشويه ديال زيت العود وطيبوها بالماء ديال الخضر. دونك هنا شنو خدت؟ هذه وجبه كامله، خديت شويه ديال الزرع، شويه ديال الحمص. دونك حتى الحمص نقدروا ناخذوه. شنو خلطت معاه؟ خلطت معاه شويه ديال العنب بالقشره ديالو هكذا صغير، ولا العنب كحل هكذا. خلطت معاه التفاح، الوغ خليته بالعاني تتشوفوا التفاح بالقشره ديالو. دونك نغسلوه مزيان ونخلطوه. درت سبانيخ لي زابينار او المعدنوس او القزبر اللي عندكم في الربيع. درت شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز. الوغ اللوز مسلوق ومحمر في الفران. وباش شنو درت معاه الصلصه ديالو؟ شنو هي؟ هي شويه ديال زيت ارغان، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الزعتر. الزعتر محكوك وتنديروه، تنخليه واحد الساعه باش تيشرب داك الصلصه ديالو. وهي تتكون وجبه كامله وصحيه الا شفتوها، هي وتتعجب كلشي. الوغ
نعرفوا بان الصباني غنيين بالالياف، كذلك البرو غني بالالياف. الوغ بحال دابا الصباني هادو باش مصوبين ساعه ساعات تنخرج على داك شويه ديال الزيت النباتيه، تنقدر ناخذ القشطه الطريه ولكن قليله من الماده الدسمه. دوك هادو لي زيبينار هادو طيبين 5 دقائق مع شي ديال القشطه الطريه وشي الملحه، ما فيهم حتى حاجه. دوك هادو لي زيبينار. او كيف تنعمل، عملت هنا البرو، تنعيط لهم لي بواغو، اون تومبي دو بواغو. شنو هو البرو؟ مقطوع بشويه شويه طيب في الماء ديالو، وخلطت معاه شويه ديال البويون ديال البرو. هذا ما فيش نهائيا الماده الدسمه، هذا تيقدر يرافق لنا اللحام ولا الدجاج ولا الحوت. كاينه وجبه اخرى اللي صحيه واللي فيها الالياف بالكثره وتتساعدنا على الخروج، وتنصح لكل شيء، هو راه البسباس طيب في الفران، البرقوق مسلوق في الماء ديالو. دونك حتى هذا تنصح الناس يقدروا ياكلوا حتى 2 مرات في الاسبوع. طبعا اللي عنده مرض السكري ما ياخذش البرقوق. هذا تنقدموه مع عاوتاني توا اون غرياد ولا الحوت ولا حاجه اخرى. الوغ الملوخيه الناس تعجبهم التوابل، هذه باش مصوبه باش طيبه، طيبه بمطيشه وبصله وحده، ما فيهاش نهائيا الماده الدسمه. الابزار، القزبر بزايد، وفي اخر ساعه درت شويه ديال اللحم حمر، هو اون فياند روج، طيبتها في الفران. هيا وهذه تجي لذيذه. دوك ناخذوها مع طريف ديال الخبز ديال الزرع ولا ديال السميد، وتتكون حتى هي وجبه كامله، فيها الكلوروفيل، فيها الالياف، فيها يعني اللحم بالهيموغلوبين الى اخره. لي بروكولي حتى هما صحيين. تنسمع ان الناس يقول لا تيديروا لي الغاز، اللي عنده مشكل ديال البواسير ياكلوا لي بروكولي، ياخذوا الشوفلور، ياخذوا لي شو، ما عندهم لا شي يخافوا. الوغ هذا باش مصاوب، كذلك القشطه طريه، ها هي 2 بيضات، هادشي باش مصاوب. هو مسلوق وطيبته في الفران. دونك ها هي، هذا تيجي بحال ان غراتان ولا ان غاتو دو بروكولي، ما فيش نهائيا التوابل، مغير الملحه ما فيه حتى حاجه. الوغ خممت في لو ديسير، جربت شويه ديال المغرير، ها هو مغرير كامل. الوغ هذا فيه طحين لو بلي كومبلي، وفيه كذلك طحين ديال الساك اللي عندكم، ما كانش عملوا غير طحين كامل لو بلي كومبلي. الوغ شنو تناخذ؟ تناخذ شويه، الوغ اللي مزيان هو الكرموس والبرقوق، صحيين لهاد الناس. دونك تناخذ شويه ديال الكرموس، بخرته وخديت اللوز بيد مسلوق طحنته، ودرت معلقه العسل، ودرت بحال اون كومبوت هكذا. الوغ اما تنعمر به مغرير هكذا، تنعمرو بغرير وتنقدر نشدوه هكذا وتنديروا شويه ديال العسل وتنحمروا في الفران، او تناخذوا هكذا مغرير تنعملوا شويه ديال العسل وتنديروا فوق منها شويه ديال هاد لافارس، وتجي لذيذه بزاف. عاد واخا ما نشدوهاش نقدر نعطيها هكذا ونعطيها الناس هكذا تتكل، وتجي صحيه فيها شويه الزهر الا بغيتوا. ما ديروش القرفه بزاف، تقدروا ديروا الزهر. تنتمنى بان هاد الوصفات عجبتكم، وتنقول لكم صحه وسلامه.